على البال يا زحلال ما رجل رسخ طريق يمر الوفا ومر في بالي الطريق تناديك فزعة الصمايل ويا لبيك تلبي لها وغني بذكرك الساري تلبي لها وغني بذكرك الساري على البال يا زحل المراجل قصيدة فيك تعظم فعولك لين تزداد فاشعر كبير وكبير الطيب يصعب علي يحصيك ترى من بحي الله وانا مالي بناري كانك مخير في فعولك ومكتبك تحياتي من شمسة قامت فيك الناري على ويدي ما سكت قوادك فخر تدعيك لها صرت من فتان عرفت من اجباري كلامك هلا وابشر وعسى الله يحييك كبود العرب عطشان وقفك نهر جري ومن دون لا كلم ولا راسلك وجهك ترى والله طيبك بعباد ما ساري اقدرك واعزك يا ناصر بعد وقتك وانا شهاد شهاده ماهك بطيبك بطري عساهم في ذاك الابد مشيخ وهذا اعطيك شرطيه الفسحه من البايع الشري يا نومسني اسمك كل ما عطب طريق واحس اني يملك في يدي دايمك جاري نواف بن ناصر العماش من كلية
الملك فهد البحرية. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب. لقد شرفتمونا بحضوركم ومشاركتنا هذه المناسبة، فباسمكم جميعا نبارك للمحتفى به ونسأل الله له التوفيق في حياته العملية. لا شك إن خدمة الوطن شرف عظيم، وكل مواطن شريف يطمح ويتساقط لنيل هذا الشرف، كيف لمن حظي بشرف الرتبة والخدمة العسكرية معنا. كما نشكر قادتنا حفظه الله الذي هيئت لأبنائنا فرصة الالتحاق بهذه الكليات الذي يتساقط عليها الشباب الذي هم عماد الوطن، وما هو إلا سباق لخدمة الدين والمليك والوطن. نكرر بكم الترحيب ونشكر لكم إجابة الدعوة، وما هذا الحضور الغدير إلا من طيب المعدن والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع. والآن حان الوقت لتكريم المحتفى به الملازم نواف بن ناصر، فليتفضل. كما يشرفنا أن ننتهز هذه الفرصة لتكريم من يستحق التكريم، نظير مواقفه المشرفة ورجال المواقف درع وسند يستحقون الشكر والثناء والتكريم. له من المواقف المشرفة والإنجازات والعطاء ما تجعلنا نصر على تكريمه، ولو أنه يرفض ذلك ويرى أن ما ذلك إلا واجب عليه. لا نترك له مجالا للموافقة أو الرفض. والآن يتفضل من يستحق التكريم وهو من يقف خلف هذه الإنجازات، يتفضل ناصر بن عادل العماش، فهو يستحق التكريم. وأستاذيكم الأستاذ. يقول على البال يا زحل المراجل رسخ طاريه، يمر الحياه ويمر في بالي الطاري، تناديك فزعات الصمايل ويا لبيك تلبي لها ويغني بذكرك الساري. من العام الاول
كل مبدأ قصيدة فيك تعاظم فعولك لين تستنزف أشعاري كبير وكثير الطيب يصعب علي أحصيك ترى من تحيى الله وأنا مالي ومالي صفقوا يستاهلوا كبير وكثير الطيب يصعب علي أحصيك ترى من تحيى الله وأنا مالي ومالي كأنك مخير في فعولك ومجد أبيك وتخيرت من شمس اللقاء مجدك الناري على وين ما ساقت بوادر فقر تدعيك لها صرت من بدل العرب درب الإجباري على وين على وين ما ساقت بوادر فقر تدعيك لها صرت من بدل العرب درب الإجباري لها صرت كلامك هلا وابشر وعسى الله يحييك وبود العرب عطشة وكفك نهر جاري وما من دون ما اكلم ولا راسك واجيك ترى والله طيبك معي بد مساري ومن دون ما اكلم ومن دون ما اكلم ولا راسك واجيك ترى والله طيبك معي بد مساري اقدرك واعزك يا ناصر بعد واغليك ونشهد شهاده مالك بطيبك امباري عساهم فداك على التمشق وهات أعطيك شريطية الفزعة من البائع الشاري نوم اسمك كل ما عرض طريق وحس اللي يملك في يدي بنك رجالي وسلام عليكم وسلام الله 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 يقول القصايد مدى طيب وفعايل الفوت القصايد مدى طيب وفعايل وفهود ما تخاف الطمان صرت قيفانها مدها من بحر ما صدرت من حدود يلعب الوقت لا غنت على الحانها صاملة وافية بيضة عريبة جدود ما بغت من كلام ولا النظر خانها تنكتب في فعايل محتمين الحدود كل ما دارت الهيجة ودخانها شمس يوم ظلامة في نهارها يسود عوق نفس صدرها بام بعيانها واردين الحدود وفاهدين الاسود يوم بعض الظروف ادخول لعيانها كم جحاف العدو جد دق الحيود عودت دون قايدها وفرسانها ذو سلايل مهيمس عود عين الحسود ربعت الطيبه وطيب جدان ذو سلايل مهيمس عود عين الحسود ربعت الطيبها من طيب جدانها فاهقين الاسود واردين العدود وفاهقين الاسود يوم بعض الظروف ادخل لعيانها كم جحاف العدو جد دق الحيود عود الدون قايدها وفرسانها ذو سلايل مهيمس عود عين الحسود ربعت عود عين الحسود ربعت ذو سلايل مهيمس عود عين الحسود سيرت فاخره تذكر ونرقى سلود عاد يوم الحرايب مات شيطانها كل ابونا بجيش الله ودينها جنود تحت رايتها للعليا وخلانها على العز والمجد تريد السعود المنايا ما نجف الدوم ميدانها والقصايد مدى طيب وفعايل الفوت ما تخاف الطمان صدق كيفانا وسلامتكم ضيعنا فيها في بحر بها الصيد والله يوفق نواف يسر اموره ومن هاي المراتب العليا ان شاء الله السلام عليكم باجد عبد الرحمن ما هو مدعم في وجهه باجد عبد الرحمن من الشعراء اللي صراحه انا استفدت منهم يعني واغلب الشعراء في القبيله او على المساحه الوسيعه يعني في الشعر استفاد من باجد عبد الرحمن باجد عبد الرحمن يكتب الشعر حقيقي وانا ماني قاعد اشيد فيه يعني اني افضل منه ولا شيء لكن هذا اقل تقدير من طالب لاستاذ فانا اليوم بدي نعرف هو عبد الرحمن يسمعنا ما نبي منه لان نبي شعر نبي شعر اشكرك الله يطول عمرك على هذه المقدمه وعلى هذا الاطراح الطيب وبالعكس انا والله اني مستفيد ومتلوبس بوجودي والموجودين كلهم لهم شان ولهم الاحترام ولهم القدر لكن بدل ما جيت على الميكروفون لا اقول في الكبير السلام إلى الكلام من الصحيح أعتاد ليسن لح وجهه بالصحيح الكذب ما هم سلام الله على جمع الشوف السادة
الاسياب تشوف الجوف والابجاح ما هي شيخه الزمه ما هي شيخه رصيد المال وحبال بدون اوتاد طاعن طير نفخ الهبوب وطار ما لما الشهاده لا وقف يرغب التاريخ بالمرصاد وجد صيح شهادة لا وقف من يرغب التاريخ بالمرصاد وجد بنفوسنا ما يحتويها الطيب ويضمها ووجد فينا المحاسن والمزايا تطرد الأضداد ما دام انولدت فينا خواله هم بني عمنا ما يبقى في العروق الا غل الاحفاد الا الاحفاد ترى بسلنا ان لسان ما تضربهم كلنا. الشاعر محمد متعب قدم الكثير وانا دائما استمع له وما كنت متهيئ للشعر اعرف من قدامه من الشعراء اللي كفوا. شكرا. غزلية موجودة في القضاء موجودة في من حراير شرد الافكار وكنز الثمين والمعاني يرسم فراشها والحاشا انت يلي طيب شاعر يستدني الشعر ما يدعي قريب والبيوت ساحه مدهلا لقضاها ضاربا كل المحيطات في عرض بطيء مرفدا سوف على زوارها وارجاعها وانت يلي طيب من سلالة الطيبين العرب ما تجهل ادابها واعرافها ناس اهل ذمه وامانه وهل تقوى ودين شجر يحفر خلفها الباقي اسلافها اعلم ان الشعر عقب ثرى في باب طيب وانت انت اللي دخل الجحور وضاقها انتهى وقت الخلافه وامير المؤمنين واستطالت رحله الجال عن التافه نافره مستنفره مهجتها وجه العجل منهج هد السفينه على صفصافه كل تاريخا موفق بكل الحالتين صفت بمجلد الخامه صحافه ان اشهد ان القتل من خيمات اللاجئين تجد في القتل تنقص بمرض الله وانقتل فوق بغداد وضع فيه حنجره وسد الحضارات من مجراها وانها شنت على ثوره بورا قوتي تستحل قوية الاسلام باستنزاف حدث الحرب حدث العالم لا يفهم ولا السامعين والله اعلم فالبشر جلها والحرب. وأكرر وأبارك لأبو نواف ونواف أتخلف له وأقول من هذا وأحلى إن شاء الله. أشكر الشعراء على هذه المشاركة والآن أسمع عرض الرسالة الحبيبة وبعدين إن شاء الله من اللي عنده المشاركة واللي عنده الشعراء يمكن يبقى عندهم طريقة في شعار اللي منهم عنهم اللي منهم نسمع منهم شيء جديد الله
الله.